السلام عليكم ورحمه الله. بزاف ديال الناس كيسولوني على التشققات اللي كيكونوا في لاموزيك، كيقول لك شنو هو الحل. الحل اللي دار لاموزيك ما بقاش الحل، الحل كيكون قبل ما يكون لاموزيك، ملي يلاه تبدا في الفورم، ملي تبدا دير جوان بحال دابا هذا الجوان هذا داز خاصو يخرج، ما يتحبسش هنا. حتى ملي تحبس هنا كاين الشق، هذا اش كيبان لكم؟ لا الشق هو لا هو الشق. عاوتاني كذلك هو مثال الجوان الاخر تا هو شفتو كان خاصو يخرج من عند الحيط، ها الشق هو ملي مخرجش ها الشق. عاوتاني الاخر ها هو دابا هذا كان خاصو يخرج ملي مخرجش من هنا، ها هو تشقق هنا كذلك هو مثال. حتى هذا راه فيه شق ولكن فيه شق صغير ما كيبانش على اي، هذا ما كيبانش. ندوزو لهذا الاخر ها هو، حتى هو كذلك هو مثال. الجوان ها هو مخرجش هنا، ها الشق خرج بهاد الجهة. حنا ندوزو لها الخدمة كلها. القنت كيخصك ديما يكون فيها الجوان. دابا هذا تلاقاو هاد الجوانات هنا، خص يكون واحد الجوان هنا يمشي من القنت لقنت 45 باش تفك المشكلة. عاوتاني هاد القضية ها هي، حيت هذا دارو فيه المعلم لقاتها مقطوع. الخدمة راه قديمة بالمناسبة، الخدمة راه أكثر من 20 سنة ولا دين ديك السيا. سمح لي نجاوب السيا باقي كتدخل في النوبة. سير الله لاموزيك ما خصوش يكون قاطع مقطوع. دابا هاد الجوال هذا ما خصوش يكون قاطع مقطوع بحال هكا. المربعات خاصهم يدوزو. دابا هاد الجوال هذا كان خاصو يخرج يتلاقى مع هذا، وهذا حتى هو كيخرج ويمشي حتى لهنا حتى لفات، لأنه راه كاين الشق. دابا هنا الشق هو كاين هنا، هاد البلاصة راه خارج فيها شق ما مكيبانش لكم خارج منها، الشق كاين هنا، هذا حتى هو كاين فيه شق. الجوال ملي داز دابا هذا كان خاصو يخرج، كاين شق. باش نقول لكم على أي، عرفتش كيبان لكم ولا ميبانش لكم؟ المهم راه كاين الشق، الشقوق اللي بينين راه بينين. ها الشق الآخر عاوتاني، هذا راه بعيش على الجوال، شفتوها؟ شفتيه؟ الحل راه أنا ملقيتش الحل، الحل غير مؤقت. إلا كاع درتي شي ماستيك كيضرب واحد المدة كيتحيد، راه مكيبقاش الماستيك، مكيبقاش هذا. ها واحد آخر عاوتاني بالنسبة لهذا اللي قلتلكم، هذا اللي قلتلكم خاص الجوال يخرج. الجوال هذا كيخاصو يخرج، ما عمرو يكون قاطع مقطوع. ها الشق ها هو، دابا هاد البلاصة هادي راه خرج فيها الشق. أنا غادي نقرب الكاميرا ونشوف إلا غيبان ليكم الشق. ها الشق ها هو، شفتو الشق؟ باش باينة ليكم هذا المهم. ها الشق ها هو ها هو ها هو ها هو ها هو، زيد 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 حتى لهنا وحبس، وصل هاد البلاصة وحبس. ها هو دار وخرج من هنا. إيه خاصك تاني جوان هنا. هذا هو الحل الأمثل اللي كاين للتشققات تاع لاموزيك. الشق تاع لاموزيك ما عندكش باش تحاربو إلا بهاي. ها هو عاوتاني، ما عندكش باش تحارب الجوان باش التشققات إلا بهاد الطريقة هادي، لا أقل ولا أكثر. بالنسبة للإخوان اللي كيدور في الدهن ديالو، علاش ما صيقتش هذاك الغيص ديال الماكينة الحكان؟ هذاك راه كيخلي الشقوقة يبانو، هذاك الشيء علاش خليتو حتى تشوفو الشقوقة. اللي كتشوفو الشقوقة هذيك الساعة راني عاد غادي نسيقو. المهم خليت هذاك الوسخ متعمدا كيبين لكم الشقوقة. للقضاء على التشققات اكتبها لنا في التعليقات. انا مازال ما لقيتش لها الحل، واخا دير لها السانتوفير، دير لها السيما بيضاء، لا ريزين، كلشي داكشي مع المده كينوض. انا ما بانش ليا شي حل اخر من غير هذا. ملي تكون خدام في لاموزيك تخرج الجوانات كلهم يخرجوا، حتى شي جوان ما يتحبس، يكون الجوانات كثار، ما يكونش بحال هذا طويل بزاف. شوف هذا هاد البلاكه شحال فيها، كتشوف
شوف هاد البلاكه تقريبا فيها شي متر و 30، البلاكه خاصها ما تفوتش 50 بس 10. كيبان زوين كيف كتشوفوا لا موزيك راه زوين، الله يبارك. واخا هو السيمك حنا ولكن فراش من داك الشيء رفيع، فين بقات بقات غير في الجوال، الجوال كان خاصو يكون كثير. ما تعرف مناش داك الشيء واش من مول الدار ما عندوش باش يشري الباغيت ولا شكون اللي عرف. المهم تبارك الله عليكم، الى فيديو اخر. المهم هذا هو الحل الامثل، والمشكله ديال التشقق هي هذه، التشققات كتجي من الجوال قليل وما دايش ما كيكونش خارج الجوال، ما عمرك تقطعو، ديما الجوال خصو يخرج يوصل عند الحيط. تبارك الله عليكم. واحد الطويل ما نبرزو كيفاش تسير عند المخ، تسير العشق.